مستقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصر سمين الذي جعل القرآن عيدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدعوا بما تؤمروا وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاصبح بحمد ربك وأكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقهم فيها ضعف ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال وحين ترحون وحين تسرحون صدق الله العظيم.